لا يمكنك أن ترتقي صهوة السلطة والحكم في بلاد العرب إلا إن لبست ثوب الواعظين وتحزمت بسيف قاطع. لتحضر ابنتي الساعة. إن كان نصر خان تجرأ وأجبرها فإن الليلة عاقل لمجلس الحرب. أصدق من القول يا مرآتي ينعكس النور من قلبي وذاتي. ماذا لم تقفل حانوتك حتى هذه الساعة المتأخرة من الليل؟ ألستم تدعون إلى الإمام؟ تجيب لي طلباً يا أبي، وقبل أن تقام الأفراح أن تطلق يدي في أسواق النخاس. قد جعلت لكل واحد منكم يقتل نخاساً وزنه ذهب.
المؤونة على وشك النفاد، قريبا لنجد ما نأكله ونطعمه لإخواننا. كلما زاد عدد المجاهدين واحدا زاد عدد إخواننا 10 ممن لا يقوون على حمل السلاح، وهذا يحتاج إلى مال عظيم، والمال هناك ينتظر من يأخذه. متى سنذهب إلى قصر السلطان؟ سأذهب وحدي بعد أن أسطو على مال الضرائب والمصادرات. وماذا سأفعل قابعا مع هؤلاء؟ تمضي يا بني فيما بدأنا، تغير على السوق، تقتل وتحرر المزيد من أخواننا. ولكن كيف؟ كيف وصاحب الشرطة يضيق الخناق علينا؟ سأقتله قبل أن أذهب إلى القصر. كيف والحرس يحيطون به بالعشرات بل بالمئات؟ سأجد طريقة لقتل لا تقلق. هيا بنا. يا لك من أميرة قاسية. ثم ماذا؟ ذهبت إلى سوق النخاسين وأضرمت به النار. أضرمت النار. إلى أين؟ أريد أن أتحدث إلى مولاي السلطان. مولانا السلطان في خلوة مع مولات الأميرة. لابد أن أتحدث إليه يا قائد الحرس. تعال إلى مجلسه في المساء. لم يبقى أمامك يا تركان سوى عقبة واحدة، إن أفلحت وأبعدتها عن طريقك استوى لك الأمر. باركي ابن زبيدة وولي عهد ملك شاه لابد أن يقتل، لابد أن أنتهي من كل متاع زبيدة كله دون أن أستثني شيئا. عادة ما تمر قافلة الضرائب من أمامي بعد صلاة العصر، يكون معها 10 راجلين و10 فرسان. أما الفرسان فيكونون خلفها والراجلون أمامها، والعربة نفسها تقودها 3 أحصنة. وقبل هذا كله هناك 4 رماة يتنقلون فوق أسطح الحوانيت يسبقون العربة. إذن يجب أن نقتل الرماة أولا ثم نفصل العربة عن الفرسان، نقتل من يقودها ونذهب بها بعيدا عن العيون. انتظر، اسعوا الطريق. الرحمة الرحمة. عن أي رحمة تتحدث يا لص الخبز؟ اقسموا إني جائع. جائع؟ خذوه إلى الحبس. لو لم يجعلني الله في هذا السوق لأكل كبيره صغيره وقويه ضعيفه، ولكنني حاضر وفي المرصاد. أنا جابر، أقسم لن أرحم كل من تسول له نفسه بالاعتداء على السوق. أنا جابر، قوي كالصخر، قاس كالحجر. عودوا إلى عملكم الآن، هيا. Thank you.
مولاي. لم أشاهد حرسك يرافقونك كعادتهم. حرس؟ أقول الحرس والديوان والوزارة. أخرجك مولاي السلطان من القصر؟ بل تركان. تركان زوجته التي لم تحببني يوما. ومولانا السلطان ماذا فعل؟ حاولت أن أقابل مولاي السلطان ولكنني لم أستطع. قال لي قائد الحرس نعود في المساء. أنا نظام الملك، أعود في المساء لكي أقابل مولاي السلطان. ستمر قافلة الضرائب من السوق بعد قليل. إنها محاطة بجند السلطان، وعلى الرغم من أنهم أكثر تدريباً ومهارة منا، إلا أننا سنرسل 10 من جندنا ليرافقوا القافلة توخياً للحيطة والحذر. كونوا جاهزين. أمرك سيدي. أنا في الحكم وفي الوزارة قبل أن يشيب شعري حتى هذه اللحظة. لا أفهم كيف تدار الأمور في هذا القصر. حين ذهبت إلى سمرقند كنت الوزير الرجل الثاني في هذه المملكة. وحين عدت من سمرقند أجد نفسي خارج أسوار هذا القصر، وكأننا غلمان نلهو وننعب، وكأن مولانا السلطان غائب أو مغيب. أخبريني، لماذا لم تقبلي أن تصبحي ملكة لبلاد ما وراء النهر؟ لأن أحمد خان شاب أحمق، يقضي جل وقته مخمور في دار الجواري. ولماذا يبقيه نصر خان وليا لعهده؟ لم يبقى في عائلتي من الذكور سواه إلا الصغار. غني لنا يا هند. لا تبتعد، لا 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 لا، بل اقترب كي ترى مني كل الدلالة. لا تبتعد، لا 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 لا، بل اقترب كي ترى مني كل الدلالة. لا تبتعد بل اقترب، لا تبتعد عني، إني برهن يديك دائما أبدا. لكنني لا أطيق سيدي بعدا. لا تبتعد بل اقترب، لا تبتعد عني، لا تبتعد، لا 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 لا، بل اقترب
كي ترى مني كل الدلالة. لا تبتعد بل اقترب، لا تبتعد عني. وريني يا مولاتي. نظام الملك، وزير السلطان، شوكة في حلقي وأريد نزعها. انزعها انزعها يا مولاتي ونلقي بها بعيدا، لكنني أحتاج إلى شعرة من رأسه وشيء من ثيابه. تدبر هذا الأمر مع الجواري. كان التركان تعيث فسادا في القصر فيما مضى، تأمر وتنهى، وكان مولاي السلطان لا يعصي لها أمرا. كنت أنا أتحاشاها، أظهر لها المودة خوفا من بطشها، فقد جعلت كل من في ذلك القصر يدين لها، إلى أن أرسل الله مولاتي زبيدة ابنة عم السلطان. استطاعت أن توقف سحر مولاي السلطان وحبست التركان في القصر، وعاد السلطان كما كان يسمع مشورتي، وصرنا نبذل جهدنا كي نقوي الملك ونزيد دعائمه. لا أدري بعدها ماذا حدث. بين ليلة وضحاها اختفى الزبيدة وعاد التركان، فوجدت نفسي خارج القصر. وماذا ستفعل؟ سأذهب لأقابل مولاي السلطان هذا المساء، مع أنني أعلم أن هذا اللقاء لن يقدم أو يؤخر. أشعر أن تركان قد أعادت مولاي السلطان إلى ما كان عليه، إلى حاضرة سحرها، لا يقوى إلا على استنشاق أنفاسه كي يبقى على قيد الحياة. هل يستمع مولاي إلى مشورتي؟ تحدثي. وأنا ألعب الشطرنج مع خصم قوي، وحين أشعر أني خاسرة لا محالة وسيفوز خصمي فوزا مؤكدا، أتجول في نظري بين قطع خصمي وأبحث عن ثغرة كي أدخل منها مغامرة بكل شيء. شاهد يا شاهد، خيرا. أخبريني يا شاهد، من من الجواري يقوم على خدمة الوزير نظام الملك؟ ولا واحدة، فمولاي الوزير لا يقيم في القصر. فأين يقيم إذن؟ لا أعلم، في بعض نواحي أصفهان. تذكرت؟ مولاتي الملكة أهدته جارية اسمها سحر. سحر؟ فما السبيل إليها؟ لا أعرف، ولكن نيرمين قدمت معها من سمرقند، تعرفها جيدا. نيرمين؟
ما الأمر يا نرمين؟ لا شيء يا مولاتي. لماذا إذن كل هذا الحزن في عينيك؟ أنا؟ وكيف هو حال عمر الخيام؟ عمر الخيام لا أعلم يا مولاتي. يا لكذبك يا نرمين، منذ أن حل علينا عمر وحالك تغيرت. أنا قولي لي، هل تحبيني؟ لا أعلم يا مولاتي. حسنا، إذا كنت تحبينه فقولي له. قلت له يا مولاتي لكنه لا يبالي. لا يبالي؟ أحسنت، أحسنت. أخبرني يا عمر، متى ستبدأ ببناء مرصدك الفلكي؟ حين ألتقي وزير السلطان نظام الملك. ومتى تلقاه؟ لا أدري، ما زلت أنتظر. فيما سؤالك؟ لا أدري ماذا سأفعل حين تخرج أنت من هذا القصر. الأمر عائد لك، فإن شئت صرت في جوار الملكة والسلطان، فإن شئت أعطي إلى سمرقند. لا لا لا، لن أعود إلى سمرقند، فمولاي نصر خان لا يرغب بي في قصره، وأخشى أنه سيبعثني إلى سوق النخاسة. ابقي إذن هنا. لا أدري، فأنا أشعر بالغربة والوحشة معا، وكأنني ضيفة، سرعان ما سأرحل عن هذا القصر. تذكرت. ماذا؟ حين كنت في مجلس السلطان سمعت بعض الجواري والغلمان يقولون إن الأميرة أتون خاتون عادت وسيقيمون حفلا كبيرا احتفاء بعودتها. حقا؟ نعم، فإن كنت من جواريها في سمرقند ما يمنعك أن تكون من جواريها هنا. مهلا مهلا، أين ألقاها؟ كيف السبيل إلى لقاء الأميرة آتون خاتون؟ أنت يا فيروز تضع براميل الزيت هنا وهنا، وأنت يا ميمون تطعنها حتى يسيل الزيت منها، وعلى إشارة مني يا فيروز أنت تشعلها، وما إن اشتعلت النيران فصلت العربة عن الفرسان هبطت وقتلت من يقودها وأخذت العربة وذهبت بها إلى أطراف أصفهان حيث هناك الكهف. ألن يتبعك الفرسان والراجلون؟ ألن يتبعني أحد حتى تطفئ النيران.
يشهد الله أني لم أسعى لدى السلطان كي يجعلني في مكان نظام الملك، لكن السلطان منحه الله ما لم يمنحنا من قوة البصر والبصيرة، فوجد في ضالته. نعم، وجد في تاج الملك ضالته، وعلم أني خير من يقوم بعمل الوزير. السلام عليكم. وكنت في كل مرة تبتعدين أو تختفين أبحث عنك هنا وهناك، وفي النهاية نجدك أين؟ حيث بركة الأسماك الملونة. ولكني لا أفهم، لما أبعدتموني عنكم كل هذه السنين؟ ما بكم؟ أنا تذكرت هناك رجال في المجلس بانتظاري. بالإذن. هل أغضبت أبي؟ لم تغضبيه يا بنيتي، وليس لأبيك ذنب في غيابك عنا طوال هذه السنين. ذنب من إذن؟ أنت تقول لي إن لصين أو ثلاثة لصوص يغيرون على السوق، يسرقون ويقتلون ثم يمضون، وأنت ورجالك الذين يعدون بالمئات لا تستطيعون منعهم، أليس هذا ما تحاول أن تقوله؟ نعم، شيء من هذا القبيل. وأنت هنا كي تطلب مني أن أرسل لك بالمزيد من الفرسان. فرسان من جيش مولاي السلطان، فهم مدربون وأكثر كفاءة من رجالي. يا لبؤسك يا صاحب الشرطة، يا رجل، ألا تخجل من نفسك وأنت تردد مثل هذا القول؟ المئات من رجال الشرطة يقفون عاجزين أمام الصين أو ثلاثة لصوص. ليس كما تظنهم يا شيرازي. ماذا قلت؟ لم أسمعك جيدا. أظنك قلت يا شيرازي، نسيت نفسك يا هذا، نسيت من تخاطب، أنك تخاطب الوزير. لست وزيرا يا شيرازي، إنما أنت معاون سيد الوزير نظام الملك، ولا أعلم كيف يصبر على حمقك هذا. ويل لأمك يا أحمق، لقد جعلني مولاي السلطان وزيرا، وصاحبك نظام الملك يقبع في داره مع جواريه وغلمانه. لا أصدق هذا إلا إذا سمعته من مولاي السلطان بنفسه، وأنا ذاهب إليه، ولكن أعلم جيدا أنك في المرة القادمة إذا وضعت قدمك في وجهي سأقتلعها من ساقك وسوف أطعمها للكلاب في القصر. سامحيني يا أتون، فليس عندي جواب لسؤالك، سوى أني كنت مسحورا ولا أعي لي بنتا بعيدة عني،
ولا أذكر لي زوجة محبوسة في قصري طوال 15 عاما. سامحيني. ثم سحرت أباك، صار لا يقوى النظر إلي، وإن نظر كان يرى امرأة شديدة القبح، فهجرني. وكنت أعلم أن زبيدة لم تفرغ مني، وأنها ستصب جام غضبها علي. وكنت أعلم أيضا أنها ستنتقم مني وتؤذيك، فأثرت أن أرسلك بعيدا عند خالك الملك نصر خان. ولهذا لم نكن نسأل عنك طوال تلك السنين. السلام على مولاي الملك. وعليك السلام. ما سر الابتسامة التي تعتلي وجهك ونحن في أسوأ حال؟ في أسوأ حال يا مولاي، لسنا كذلك. ننتظر خبرا من جندنا على الحدود يعلمنا بقدوم ملك شاه لاحتلال سمرقند، ولسنا في أسوأ حال؟ ولي عهد أحمق لا يؤتمن على قطيع من الغنم، وأنا رجل في 50 من عمري أكاد أدخل في شيخوختي، ولسنا في أسوأ حال؟ بل نحن في أحسن الأحوال يا سيدي، لقد جاءتنا رسالة من جلالة الملكة تركان خاتون تخبرك فيها بأن تكف عن البحث عن ابنتها الصغيرة، لأنها عادت إلى قصر أبيها، وتذيل الرسالة بشكرها لك لرعايتك لابنتها، وقد أغدقت علينا العديد من الهدايا. الحمد لله، الحمد لله. فلتقم الأفراح لسبع ليال احتفالا بسلامة المملكة من بطش ملك شاه، واحتفالا بزواجك سيدي. زواجي؟ نعم، لازلت شابا يا مولاي، قادرا على الإنجاب. أنا في 50. أعرف رجلا أنجب في 70 من عمره. ما زلت أعتقد أن أحمد خان ربما، إن أحسن توجيهه أقول ربما، يصلح لولاية العهد. ربما يا مولاي، ربما. أمي، أمي، انظر ما فعلت هند، جعلت إصبعها في عيني. أقسم إنني لم أقصد، كنا نلعب سوية فنقرت عينه بإصبعي دون قصد. كلا، جد لي زوجة. اسمك؟
مهما بدا العدو قويا وصلبا ومتماسكا، لابد ان يترك بابا مفتوحا لخصمي. هكذا علمتني الشطرنج. باركي، ولي عهد السلطان وابن مولاتي زبيدة. هل يقيم في القصر؟ لا، أرسلته مولاتي زبيدة إلى ديار أخواله في جوار أصفهان كي يأخذ عنهم الفصاحة والفروسية. فإن بقي التركان في القصر ترسم وتخطط وتحكم، لن تسمح له بأن يعود إلى القصر. هذا إذا لم ترسل له أحدهم كي يقتله في حضن أخواله. أين أنت يا مولاتي زبيدة؟